بمناسبة فصل الربيع احتضنت قاعة 6 نوفمبر الرياضية التابعة للنادي البلدي للمحمدية تنظيم دوري وطني في رياضة الفول كونتاكت والكيك بوكسينج والرياضات المماثلة، وذلك يومه الأحد 19 أبريل الجاري 2015 ابتداء من الساعة 10 صباحا، واستمرت أطوارها التنافسية إلى غاية 7 مساء وشاركت فيه جميع الفئات. كيف جرت العادة أن النادي البلدي راه دائما حافل بالأنشطة وبالألقاب وبالبطولات، اليوم كيجي تنظيم هذا الدوري الوطني اللي كينظمو النادي البلدي للفول كونتاكت والرياضات المماثلة والكيك بوكسين في إطار استراتيجية اللي سطرها المكتب المسير تحت إشراف الجامعة الملكية وعصبة الشاوية والمكتب المديري للنادي البلدي. يعني النادي البلدي يستضيف واحد المجموعة ديال الأندية والجمعيات اللي جات من مختلف المدن المملكة. الدوري عرف حضورا كثيفا ومتميزا حيث شاركت فيه 22 جمعية ونادي يمثلون مختلف المدن المغربية، ناهيك عن المشاركة المتميزة لأبطال وبطلات النادي البلدي للمحمدية المنظم للدوري. اللاعبين توفقوا في هذا الرياضه هذه، والحمد لله وبهذه المناسبه كنوديو ندعيو الاشخاص اخرى حتى هما يجيو يلعبوا معنا. مشاركه مزيانه، ويعني التدريب اللي كاين ندربوا يعني بحال كنطبقوه في هذا الكومبات، يعني كيجيو عندنا لي صال اخرين وكنلعبوا معاهم، يعني كل صال كيلعب ضد صال، كنلعبوا ضد كازا المحمديه الكاره، يعني بزاف ديال لي صال تيكونوا. شنو هو العمل والطموح ديالك؟ عمل الطموح ديالي هو انني نلعب بطولة المغرب، يعني نلعب خارج المغرب ونزل الرايه ديال المغرب. وقد تميز الدوري باداء جيد لمختلف الابطال والبطلات المشاركين والذين ابانوا عن قدرات عاليه في الاداء والعطاء. التسميه ديالك مديحه قطار. نوع الرياضه اللي كتعملي فول كونتاكت؟ يعني كي كانت المشاركه ديالكم اليوم انتم النادي ديال البلد؟ المشاركه كانت شويه قويه والحمد لله. صعب شوية. لكن رغم ذلك استطعنا نربحو. كنشكر الرئيس ديالنا هشام مبسيط والاستاذ ديالي رضوان السواقي ومن لوكي سعيد. شنو هو الطموح ديالكم؟ نولي بطلة المغرب خارج الميدان. وقد خصص النادي البلدي جوائز قيمة ومتنوعة للفائزين والفائزات قصد تشجيعهم وتحفيزهم لمزيد من التألق والعطاء. الأجواء كتبقى واحد الجو رياضي، واللي كيميز جو الحضور الجمهور الكبير اللي حج من مناطق مختلف، مناطق مدينة الدار البيضاء والمحمدية ومدينة القارة ومدينة 16 من أجل إنجاح هذا الدوري اللي كنظمو جمعية النادي البلدي المحمدية. يذكر أن النادي البلدي للمحمدية يعتبر من الأندية العريقة بالمغرب، حيث تم تأسيسه سنة 1961 وأخرج عدد كبير من الأبطال الذين شرفوا المغرب خارج أرض الوطن في منافسات ودوريات رياضية عديدة. الحمد لله النادي البلدي عنده مصداقية ديالو، أنه منذ التأسيس سنة 1961 إلى يومنا هذا ما زال كيعطي وما زال كيحقق النتائج والألقاب، واللي كيسول على النادي البلدي أو ما كيعرفش النادي البلدي فين كيتموقع وعدد المكاتب اللي تعاقبت على التسيير ديالو ولا الفروع ديالو ولا الأبطال ديالو، فنحن مستعدون لتزويدهم بالمعطيات الكاملة عن السيرة الذاتية للنادي البلدي منذ التأسيس إلى يومنا هذا، وحنا كنشتغلوا في إطار ريادي محض تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده وشكرا. وتعاقب على رئاسة هذا النادي عدد من المسؤولين الذين لم يبخلوا يوما في تطويره والرقي به، ويرأس النادي البلدي حاليا السيد محمد جمالي الذي تم تجديد الثقة في شخصه مؤخرا لتولي ولاية جديدة في التسيير والتدبير للنادي الذي يضم عدد كبير من الفروع الرياضية. اللي كينظموا النادي البلدي Yeah.
جمعية النادي البلدي عندنا المشاركة كانت شوية قوية. بطولة المغرب اللاعبين توقفوا في هذه الرياضة هذه.